كابتن ياسر اجري حضرتك يعني السنه دي يعني اولا بنشكرك على المجموعه اللي منورنا النهارده في الاستوديو، ما شاء الله مجموعه واعده بشكل كبير، يعني طمني عليهم، طمني على مستوى العاب القوه في النادي الاهلي، يعني الدنيا ماشيه ازاي؟ دايما بيبقى لينا لقاء اخر السنه دايما بنتكلم من القلب لله، ده للقلب. شيء جميل. اتفضل يا كابتن. الحمد لله احنا على هدينا طبعا، الحمد لله داخل جدران النادي الاهلي احنا كل سنه كل سنتين بنقدم طرح جديد لمنتخب مصر للرياضه العربيه والافريقيه والمصريه. يعني مش جديد على النادي الاهلي وعلى اولاده ان هم يبقوا قابل المنتخب القومي لالعاب القوى المصريه. والجميل ان كلهم ولاد النادي الاهلي، يعني دي حقيقه متربيين ونشأوا في النادي الاهلي من وهم 9 سنوات. نعم، ودلوقتي ابطال وابطال بحر المتوسط، الله اكبر عليهم. ما شاء الله، ابطال حاجه تشرف الحمد لله. نعم نعم. طيب النهارده يعني مجموعه اللاعبين اللي طالعين 19 سنه، عندنا سن اكبر من ده يا كابتن ولا ده السن اللي بيبقى قبل العمومي على طول؟ لا، هو السن اللي قبل العمومي، بس في مرحله جديده بقى لها 2 أو 3 سنوات في الاتحاد المصري ادرجها ضمن الخطه بتاعته، اللي هي تحت 23 سنه. ودي اللي اتلعبت البحر المتوسط اللي في بالظبط الاسماعيليه نفس السن بالظبط ده، بالظبط، هم يعني اختاروا هذه المرحله السنيه في بطولات وادرجوها. عالم ليها وكده. بالظبط بالظبط، طب لازم تستحدث ولازم تعمل في المنافسات المحليه حتى. بالظبط، ده تم وتم اعتمادها الحمد لله، واحنا بنشارك فيها في النادي الاهلي والحمد لله برضه بنفوز بيها، وادينا شايفين البحر الابيض المتوسط اتلعبت في مصر، واولادنا حققوا نتائج ما شاء الله عليها، جميلة ما شاء الله يعني على مستوى الانديه تتعدى مستوى الانديه، على مستوى ما شاء المنتخبات الله الحمد لله مشرفينا ما شاء ومشرفين الله منتخب مصر، ما شاء الله وحقيقة ميداليات طيبه الحمد لله ما شاء الله.